التعود. التعود بقى في حياتنا في كل شيء، أكلة معينة، شاي بلبن، لبس بلون معين، وحاجات كتيرة بقت في حياتنا بالتعود. والتعود بقى بالتعود في حياة ناس حاجة كده زي الملل، بس العيب فيهم هم مش في التعود نفسه. لكن السؤال، هل حد في مرة فكر إزاي يخلي التعود ده يبقى في النجاح وتحقيق الهدف ومعايشة الشغف، زي ما الشاي بلبن بقى بالتعود شيء أساسي في حياتنا، أو السماعة اللي في ودننا طول الوقت علشان نسمع أغانينا المفضلة، أو حتى علشان نضيع بيها وقتنا في المواصلات؟ ينفع برضو أخلي التعود في إثبات ذاتي وتحقيق هدفي. بالتعود نتعود على التعود، بس في اللي يخلينا طول الوقت ناجحين، أو على الأقل نكون فعالين في حياتنا وحياة غيرنا.